نقول لحضراتكم السيناريوهات. كان في ناس قبل الماتش بتقول ان مكسب النادي الاهلي النهارده يضمن له الصعود بنسبه 100%. الكلام ده غير صحيح. انما النادي الاهلي بمكسب النهارده حط رجل في دور الثمانيه، لسه رجل الثانيه. طب هنقول لحضراتكم ازاي؟ بس ان شاء الله طبعا الكلام ده ما يحصلش باذن الله. اللي انا هقوله حاجه واحده بس اللي هتخلي النادي الاهلي يؤكد وصوله لدور الثمانيه، نتيجه ماتش بكره، وهقول لحضراتكم ازاي. طيب، في ثلاث فرق ممكن يتساووا في عدد النقاط اللي هي 9 نقاط. النادي الاهلي النهارده وصل للنقطه رقم 9، متصدر المجموعه بالنقطه رقم 9. سيبنا بقى من الجزء ده دلوقتي. ميدياما هل مازال عنده أمل؟ مازال عنده أمل. طيب نبص على الفرقتين التانيين، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد. النتيجة بتاعت ماتش بكرة، مكسب أي فرقة من الفرقتين نادي الأهلي في دور الثمانية. نقولها تاني، مكسب أي فرقة من الفرقتين بكرة النادي الأهلي في الدور الثمانية إن شاء الله. نحسبها إزاي؟ النادي الأهلي متصدر ب9 نقاط. النادي الأهلي متصدر ب9 نقاط ومتبقي ليه مباراة اللي هو يانج أفريكانز على أرض النادي الأهلي إن شاء الله. طيب، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد بكرة، هقول لكم التساوي الأول وإن شاء الله ما يحصلش. بكرة نفترض جدلا ان يانج افريكانز وشباب بلوزداد اتعادلوا، في حالة التعادل هيبقى كل واحد فيهم عنده 6 نقاط. 6 نقاط، كويس. اخر مباراة ميدياما طالع لشباب بلوزداد، في حالة فوز شباب بلوزداد، بقى عنده 9 نقاط. النتيجة اللي أنا ما أتمناهاش طبعا وإن شاء الله ما تحصلش، هيجي لك يانج أفريكانز في القاهرة. لا قدر الله، إن شاء الله ما تحصلش، في حالة فوز يانج أفريكانز يتأهل. هو اهو الترتيب قدامنا، بس انا بتكلم على الحالات اللي هيتساووا فيها 3 فرق. شباب بلوزداد يكسب بنياما، يتعادل بكره مع يانج افريكانز، هيبقى 6 نقاط لكل فريق. شباب بلوزداد يكسب على ارضه الماتش الاخير ميدياما، يبقى عنده 9 نقاط. لا قدر الله فوز يانج افريكانز في المباراه النهائيه، اخر مباراه الجوله السادسه، على النادي الاهلي في القاهره، وده ان شاء الله ما يحصلش، هيبقى برضو عنده 9 نقاط. في الحاله دي هنيجي نشوف التساوي هيبقى فيه 3 فرق عندهم 9 نقاط. نادي الاهلي، يانج افريكانز، وشباب بلوزداد. المواجهات المباشره، تيجي تبص بقى على المواجهات المباشره. في حاله ما لا قدر الله، مش هتحصل ان شاء الله، ما لا قدر الله ان يانج افريكانز يكسب هنا، يبقى بنرجع للمواجهات المباشره. في الحاله دي ان شاء الله ما تحصلش، بس انا بقول لكم السيناريوهات. هيتاهل شباب بلوزداد ويانج افريكانز، ان شاء الله ما تحصلش. الحاجه الوحيده اللي بكره تضمن ان النادي الاهلي في دور الثمانيه، فوز احد الفريقين. مفيش بلوزداد هيبقى 9 زيك، المواجهات المباشره معاك زيك، متعادلين 0-0 ايوه خلاص. طيب، هبقى بالاهداف بقى يا كابتن. بالاهداف بقى ايه شكلها؟ امال انت بتقول انا لا، ما هو شباب بلوزداد لو النتائج اللي انا قلتها هيبقى عنده 5 بونت. عايزين نشوف الاهداف يا كابتن. لحظه، شباب بلوزداد لو هو عنده 5 بونت، لو كسب بكره
كويس كويس كويس. لو تعادل بكره هيبقى عنده ست بوك وكسب الماتش بعد 9. حلو. الاهداف بقى بيننا وبين بعض، عدد الاهداف لمين؟ هنرجع بقى للاهداف بيننا وبينه حسب الماتش اللي هيكسبه بكره. حسب لا يا كابتن، لو هتعادل بكره لو حسب المكسب بتاع ميدياما اخر ماتش. صح ايوه كده. حسب حسب الماتش، حسب الماتش الاخير كابتن، هو جواله اعتقد اكتر من النادي الاهلي. طب ولا احنا اكتر؟ احنا دلوقتي بمكسب النهارده اكتر. احنا بمكسب النهارده عندنا 3-1 4 3 في ميديان. احنا 3 فرق 2 1 في يانج افريكان. صح. والنهارده 1 يبقى 5. صح. فرق 2 وعليك كام جول؟ وعليك 1 بتاع يانج افريكان. كويس. بلس 4 يبقى عنده، يبقى بلس 4. حلو. هو عنده بلس 2 متهيألي، هو عنده 3 في يانج بالظبط، وخسر من 3-1 في يانج ولا 3-0؟ 3-0. لا 3-0. 3-0 وخسر 2-1 من ميديان، يبقى كده 4-2. 4-2 يبقى له جولين. مظبوط. اثنين بس. مظبوط. فرق اثنين. اكتر من اثنين. ماتش ميدياما الاخير لو كسب بسكور عالي هنا تفرق. هتبص بقى للاهداف. صح. بس.